عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، معكم لالة فاطمة الزهراء، دائما مشاركة باش نقول للمسلمين والمسلمات عيد مبارك سعيد. هو ماشي وماجي، ونطلبوا عامات وعامات وسنين وسنين إن شاء الله باش يدوم للإسلام والمسلمين دائما التآخي. والحمد لله لهذا السنة ديال 2023 سنة مباركة، سنة الإخاء للإسلام والمسلمين. عاش المغرب وعاش المسلمين وعاشت الدولة العلوية الكريمة، وأطال الله عمر مولانا الإمام أمير المؤمنين صاحب الملة والدين صاحب الجلالة محمد السادس، طول الله عمره وأدام الله في صحته، وأدم الله كبار سن ابنه العولي العهد الأمير مولاي الحسن. وعاشت المغاربة والمسلمين، واللهم أدام علينا شهر رمضان بالصحة والدوام لنا ولجميع الإسلام والمسلمين. وكانت كرة القدم متجمعة لجميع الأسر المسلمة المغاربية، وجمعت الإسلام والمسلمين. وكما قال الأخ، سير سير سير، والله هو المدبر والله المستعان. المهاجرين عن بلادهم من أجمع أنحاء دول الإسلام والمسلمة كندوزوا رمضان بحمده وشكره. رمضان في آخر الأجواء، لأن الناس المسلمين والمسلمات كنحسوا بالغربة والأحباب بعد علينا دائما. الله يدوم الصحة والهناء لجميع الناس، لأن ديجا متهاجرين في بلاد الغربة، وتبارك الله على المغاربة والمسلمين اللي دائما متجمعين، والله يحسن بنا وبجميع الناس اللي معنا ودائما متقفين متواجدين. وعاش المغرب والمسلمين وأدام الله عمركم. الرسالة المهاجر الناس المغاربة ديالنا المهاجرين في هاد الديار، كانوا نقولهم زيدوا وزيدوا والله يدومها عليكم وتعيدوا. يعيش الإسلام والمسلمين والناس الغاليين، ورمضان ديما متحكيين والناس متعاتبين. نطلب الله للمسلمين الداعي والعالي، تجمع الإخاء والتبني والولاء لصاحب الجلالة الحسن الثاني، الله يدومه ويفرحه في ترابه، والله يقدسه ويقدس جميع المسلمين، ويخلي لنا أمير المؤمنين مليم سيدنا في ديار المهجر. الله يدومك يا سيدي وتعيش بلادي وبلاد المغرب ديما ديالي، والله يعز المغرب والمغاربة ويطول الناس المهاجرين. الله يحفظكم كاملين ويدوم ولادنا ويتبعوا هذا الإجراء المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحجة فاطمة دائما، الحجة فاطمة موجودة معاكم في جميع المناسبات الغالية ديال المهاجرين المجاجين في الدول البلجيكية، وما كنقولوش عايشين في الدول البلجيكية لأن بلجيكا رجعت مغربية. وهذا الشيء اللي كنقولو بوجود صاحب الجلالة من القلب ديالي ليك يا سيدي، تعيش وتدوم لبلادي والمغرب سيد الناس والمغاربة الحرار، والله يشافيك ويعافيك يعز الناس. أنت من أخيار الملوك أطيب الناس والدين. وعاش مولاي الحسن الصغير، الله يطول عمرك يا سيدي. والمهاجرين الكبار ويعوشوا الدوام الصغار، والله يجمع الشعب المغربي اللي طالب الراية ديالنا المغربية ودام الإسلام والمسلمين. ما ربحناش كرة القدم، ربحنا كلمة الإسلام، الله، الوطن، الملك.
اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.